بدأت وزارة النقل والاتصالات في تنفيذ مشروع ازدواجية طريق أدم ثمريت الجزئين الأول والثاني بطول حوالي 240 كيلومتراً. وقعت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على اتفاقية تمويل لترميم وإصلاح منازل 60 أسرة من الضمان الاجتماعي في ولاية صور. ابتداء من الأول من أبريل المقبل وحتى الأول من يونيو، مركز القبول الموحد يفتح التسجيل في نظام القبول الإلكتروني لطلبة شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادلها للعام الدراسي الحالي. بجهود ذاتية، أهالي قرية مسفات الشرقيين بولاية العوابي في محافظة جنوب الباطنة يقومون بشق ورصف طريق طوله 1.5 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 5000 ريال عماني، بهدف تسهيل حركة السير إلى المقبرة العامة التي كان المواطنون يترددون عليها سيرا على الأقدام.